تدريب درتي اللي كياخذ وقت وانرجي بدون اي فائده لبناء العضلات ولا الزياده في القوه كيتسمى جانك فوليوم. الفوليوم هو النسبه ديال الخدمه والسيري اللي كدير، والجانك هو الزبل يعني ما عنده حتى قيم. هاد القضيه فيها ثلاثه ديال الانواع. اول حاجه فوليوم كثر من القياس في الحصه ديالك. باغ اكزومبل جيتي تخدم بنش بريس حصه الصدر ديالك خدمتي من 8 حتى 10 د لي ريبيتيسيون، السيري الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه كاع يقدروا يكونوا فعالين في بناء العضل. ولكن اشنو الا درتي 10 د لي سيري؟ واش كاملين غيكونوا فعالين في بناء ديال العضله؟ يعني الا درتي 10 د لي سيري غيكون النتائج افضل 3 ديال المرات الا درتي 3 د لي سيري؟ لا، هاد القضيه ما يمكنش النتائج من بعد واحد الحد اللي حسب الدراسات هو السد لي سيري. في النهار يكون التأثير أقل وكيكون الوقت والإنرجي غير ضايع. ماشي ضروري يكونوا كاملين في إكزرسيس واحد، ولكن يقدروا يكونوا في بزاف ديال الإكزرسيس اللي عندهم نفس التأثير. باغ إكزومبل درتي البنش بريس بالبرة، البنش بريس بليزالتير، البنش بريس بالماشين، والبوش أبس، هادو كاملين كيطيحوا.